السلام عليكم، كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، تشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله في صحه جيده. غنفصل معكم واحد البودي راه دارج بزاف على الموضه هذا العام. بودي بالسلسله عنده العنيق طالع شويه، فيه واحد 5 سنتيم هكايا في العرض ديال الكول، وكنديروا له السلسله. هذه هي السلسله اللي غندخل معاه، عندها هذا الوسط هكايا في البيض، والتعليق هكايا. هنايا عندي التوب راني طاوية على جوج، هذا التوب ديال البوديات راه كيكون كيتيري كما شفتو هكايا، و حتى الغلد راه هذا غليظ شويه. هذا التوب هذا هو الوجه ديالو، كيكون شي شويه غليظ بالنسبة لهاد الوقيته ديال البرد، وكاين الرقيق ديالو. غنطوي هكايا على 4، صافي. وغنحط العبارات ديالي عندي في الكتاف 19. هاد البوديات هادو ما كنزيدوش ثمن الخياطه في الكتاف، على حسابتو كيكون كيتيري وكيجيو الكتاف طايحين. صافي، كنشدو العبار ديال الكتاف نيشان، وكنحطوا داكشي اللي لقيناه كنحطوا. الا لقينا في الكتاف 40 كنقسموها على جوج ونحطوا 20، ما كنزيدوش ثمن الخياطه. انا هنا عندي 19، ندير خط هنايا هكا مستقيم، نهبط هنايا 2 سنتيم. هذا البودي نهبطوا فيه غير جوج، نهبطوش 3. الدوره ديال العنق غادي ندير فيها 6 سنتيم، ونبط 2 سنتيم في ديال الظهر. ونهبط هنايا ندير نهبط 17، ما نهبطش 19 على حساب الدوره ديال التركيز ما تجينيش كبيره. هذا البودي كيبغي يكون مجموع. هنا الدوره ديال الصدر غندير فيها 26 وزيد سنتيم ديال الخياطه، ندير خط هنايا، نطلع خط هكا مستقيم، نجي لهنايا نطلع واحد 3 سنتيم ولا 4، ندور هكايا، ندير هاد الدوره ديال التركيز ديالي، نهبط هنايا 14، والحوض نهبط 14، ندخل هنا في البطن، ندخل 2 سنتيم هنا على الصدر، على الدوره ديال الصدر، والحوض غندير 27 بحالو بحال الصدر. صافي، غادي نصيل هاد النقط غير بيدي هنايا. عندكم بيستوليس بغيتو تخدموا بيستوليس خدموها. الطول ديالي غندير فيه 80 على حساب هاد مولات هاد البودي، بغاتو يكون طويل غدير معاه سميطه تلبسو مع السروال ودير معاه سميطه في الحزام، كيجيو زوينين. ما بغيتو ما كنتو غتلبسوه غير تحت الحوايج هكا ولا تحت المونطو، كديروا فيه 60 62 64 على حسب الطول ديال كل واحد. غنشد الطول ديالي هنا من اعلى الكتف، ها هي فين جاتني 80 هنايا. هذا هو البودي ديالي، غادي نحيد دابا الظهر، هذا الامام. غادي ندخل هنا واحد 2 سنتيم ولا سنتيم ونص، ندخل غير سنتيم ونص في هذا. هنا نهبط بحال نهبط 13 ولا 14 من هنا لهنا، وندخل واحد 2 سنتيم ولا سنتيم ونص هكايا، نخرج لهنا 0 ولهنا نخرج 0. وغادي نهبط هنايا، غادي نهبط 4 سنتيم ديال الامام،
باش ما يجيناش هذا ديال الامام مشنق، نهبطو فيه 4 ديال السنتيم وندورو هكا الدور هاد العنق ديالي. دابا غادي نعبر التركيز ديالي شحال فيه، جاتني فيه 25. هاد واخا هبطت هنايا 17 راه جاني كبير. علاش كيجي كبير؟ على حساب هنا الدورة ديال الصدر عندي كبيرة، الا كانت عندنا الدورة ديال الصدر صغيرة وهبطنا هنا غير 17 راه غيجينا التركيز صغيور. مثلا عندنا في الدورة ديال التركيز هنايا 22 ولا 23 راه غتجينا ناقصة، غتجينا بحال اللي تقول هنايا، هنايا غتجينا الدورة ديال هي 22 ديالي غتجينا ناقصة، على حسب العبارات اللي عندكم. إذا كان عندكم هنا الصدر كبير راه كنهبطو هنايا غير ب 17 ولا على حسب الكلية اللي إلا كانت مولات البودي عامرة ولا ضعيفة. هنا غادي نفصل الكمام ديالي، راه طويت التوب هنا على 4، عندي في الطول ديال الكمام 57، غنزيد 2 سنتيم ديال الخياطة وندير هنايا في راس الكم ندير 10 سنتيم باش يجيني مجموع. هنا ندير 22 ونهبط هنايا 10 سنتيم. هاد المسافه هادي غنقسموها على جوج، وهادي على جوج، هادي على جوج. غادي نخرجوا من هنا سنتيم وندخلوا من هنا سنتيم ونصل هذا الخط. هذا الدراع عندي 18، نزيد سنتيم د الخياطه راه جاياني هنايا. هذا هو الكم ديالنا، هذا الكمام ديالنا بجوج. دابا غنفصل العنق ديالي. هنا جبت الطريف ونخرج منه الدوره ديال العنق ديالي، غادي نطوي هكايا على 4. الدوره ديال العنق ندير فيها 17 باش يجيني مجموع، حيت عنده السلسله منين غادي نبغيو ندخله في راسنا غادي يدخل. هنا ندير 18 بالخياطة صافي، والعرض ديالو غندير فيه 6 سنتيم. هذا العنق ديالي، الكول ديال الكبوط. دابا ان شاء الله تشوفوا الطريقه ديال الخياطه ديالو. راه الطريقه ديال الفصاله سهله، وحتى الخياطه ان شاء الله سهله، دغيا توجدوه لراسكم. السلام عليكم. دابا غادي نخيطوا البودي ديالنا. هنا جبت الامام طويته على جوج، هنايا نيشان درت في هذا المنتصف ديالو. غادي نعلم هذا المنتصف هكايا طباشير باش غندوز السلسله فيه. صافي هذا هو المنتصف ديالو، اجيب السلسله نشوف شحال ما بغيت فيها، واش بغيتها هابطه بزاف ولا بغيتها شويه، حيت انا عندي هذه مقطعه بالعبار. هنا انا غندير فيها 25. صافي غنحيدها وغنجي باش غادي نمونطي الكتاف ديالي. كنعلمو هكا الخلف، كنجيب هاد الباندا ديالي وغادي نعلم المنتصف ديالها. صافي
صافي. وغادي نحط هكايا، نجيب الباندا وغادي نحط هاد الجهه اللي عندي محلوله، غنحطها من جهه الامام. انا غندير معكم واحد الطريقه اللي سهله، لما ديروا جوج خياطات في الكول، ندير معكم هاد الطريقه هذه اللي سهله. هانتي غنجيب هاد التالي ديال الباندا هو هذا، وغادي نحطه هنا مع الطراساج ديال المنتصف ديالي. وغنجيب الجهه الثانيه حتى هي، وغادي نحطها عاود حدا هذه، يكونوا هكا متقابلين، يكونوا قد قد، يجيونيش متفاوتين. مشتو اللي كيبان لكم هاد الكحل راه كيجي شويه صعيب في التصوير. هنا كنديروا كنجيبوا هاد الباندات ونديروهم متقابلين هنا في المنتصف، فين علمت المنتصف ديال البودي صافي. وغنشدوا الخياطه ديالنا، نبداوها من هنا، نشدوا واحد السنتيم وغادي ندوروا على الدوره ديال العنق كامله، وعاد نرجع داك الساعه باش نصاوب معكم السلسله. صافي هذا هو الكول ديالنا. كنلصقوا الكول عادي، هذا العنق كنلصقوه عادي كما كنديروا البوديات، غير من هنا من الامام كنخليوه محلول ما كنسدوهش، باش كنجيو كنلصقوا السلسله ديالنا كنبداوها من هنا. هاك هذه هي الباندا ديالنا، راه خليناها محلوله من هذه البلاصه، هذه ديال الامام. غنجيب في السلسله ديالي هي هذه، هذا هو البودي ديالنا هنا فين طراسينا المنتصف. غنجيب السلسله هي هذه، هذا هو الوجه ديالها، وغادي نقلبها هكايا، غنشدها مع هاد الجهه هذه ديال اليمين هي الاولى، وغنهبط معاها بالخياطه. هنا غنحاول نطويلها هاد الراس ديالها، هنايا هاد فاش خيطت هاد الجهه هادي كما كتشوفو غيتقلب معايا هكا السلسله غتقلب. غادي نجي غنحلها هنايا، ما نخرجهاش حتى التالي باش ما تخرج لي. غادي نجي غادي ندير نفس الطريقه من هنا عاود كما شفتو، هاد السنان هادو غادي نقلبهم هاد الجهه هادي، اجيو السنان من هاد الجهه والسنان من هاد الجهه باش ما غادي تخيط، غتقلب لي هكايا. طويوا هكا واحد السنتيم، الا كنتو واخدين السلسله ماشي بالعبار راه ما تحتاجوش هاد القضيه هادي. هنايا راه خيطت السلسله بجوجهم، الجهات بجوج كما شفتو، هاد الجهه وهاد الجهه، هادي سنان من هاد الجهه وسنان من هاد الجهه، باش مي غنحلها نفتحها غيتقلبوا لي ويوليو هكايا. هنا دابا غادي نفتح في الوسط، غادي نقلب معاكم كما كتشوفوا. هنا دايزه لي الخياطه في هاد البلاصه هادي، وهنايا هنايا عندي النهايه ديال الخياطه في هاد البلاصه، هنا النهايه ديال الخياطه. وغندير واحد المثلث
مثلث صغير باش غادي نقطع. نقطع هنايا بين الخياطة الوسط صافي، وغندير واحد المثلث غنقطع هاد الجهه، ونحاول ما نلقاش الخياطه ديالي، نولي نقطع هاد الجهه هادي. كيبقى لي في الوسط واحد مثلث صغير بحال السين صغير صافي، وغندخل هاد السلسله ديالي. هنا داك السين غنشدو مع السلسله وغندوز عليه بالخياطه باش ما يتحليش، غندوز عليه هنايا بالخياطه نشدو مع السلسله صافي. نحيد هاد الزوائد ديال هاد السلسله، دابا غندوز ندير لها ندير له السورجي، ندور له السونجي هنا في العنق، الدوره ديال الكول ديالي ندور له معاه السورجي، وعاد نرجع نخيط هاد الخياطه الثانيه ديال السلسله. هنا هذه السلسله ديالي غنولي ندوز عليها بخياطه واحده اخرى، غادي نشد هاد الا كان شي داخل شي روتوش شي تشنتيفات غادي نقادو نحشي هكا لداخل. غنشد هاد الجهه هادي وغندوز عليها بالخياطه، ندير هنايا عبر الصباط حدا السلسله، نطبق السلسله ديالي، ندخل هكا البودي في الماكينه، هنايا غادي نغرس ليبرا وندور الكبوط ديالي. هنا راه مونطيتو بالسورجي وغادي نعاودو بالبيكوز. غادي اول حاجه غنديرها هي نعاود على التركيز هما اللواله، كنجي كنبداو من هنايا من هاد البلاصه، ندور مع التركيز كامل وعاد نخدم الجناب. نشد الخياطة ديالي من هنا ونهبط مع الجنب كامل. غادي ندير له لوغلي من التحت سنتيم ديال لوغلي قوي هكايا، ندوز عليه بالخياطة. صافي هذا هو البودي ديالي، راه كملتو درت له لوغلي ديال الكمال، حتى هو طويت سنتيم بحال الدوره ديالو من التحت، وكندوز عليه. وهذا هو البودي ديالنا كما شفتو كيجي على هذا الشكل، هذا العنيق ديالو راه كيجي مجموع، وهذه السنيسله كيجي زوين هكا من تحت المونطويات. راه هاد العام دارجين بزاف على الموضة. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا وديروا اشتراك وديروا جيم، تخليونا التعليقات ديالكم، والسلام عليكم.